صلاة العيد كانت دازت أجواء زعما كاين جميلة بزاف والحمد لله بلغنا الله لهذا النهار اللي هو يا نهار كبير عن سيدي ربي هو عيد الفطر، ودوزنا شهر رمضان الكريم في أحسن الظروف ولا قدرنا الله سبحانه عز وجل على تتمة شهر رمضان، ونتمنى الأمة الإسلامية كلها عيد مبارك سعيد، وعلى الشعب المغربي وعلى ملك البلاد محمد السادس نصره الله. المسجد كان في المستوى ديالو والحمد لله داز شهر رمضان داز الحمد لله بخير وعلى خير، وكنا ديما كنجيو نصليو التراويح في هذا المسجد والحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير، وحنا اليوم شنو غنبقاو في العباده ديالنا فهمتي، ما غاديش نتبدلوا بقاو في العباده ديالنا، وهذا الشيء اللي كاين. والصيام مقبول ان شاء الله، والصيام مقبول للجميع ان شاء الله باش ما تمنوا، وعيد مبارك سعيد للجميع وعشركم مبروكه. اليوم هو يوم عيد الفطر، وكنت من الجميع الأمة الإسلامية عيد مبارك سعيد ودخل لنا بالصحة والسلامة وطوات العمر، وإن شاء الله الله يحرر خوتنا في غزة، وكنبغي نقول للمغاربة عيد مبارك سعيد والله يدخل على كاع المغاربة بالصحة والسلامة وطوات العمر وشكرا. ونتمنى من الله سبحانه عز وجل العلي القدير أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين أجمعين إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.